يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع في هذه الأيام أن الأمطار التي حصلت في بعض المناطق من المملكة هي بواسطة الاستمطار بوجود طائرات تضرب السحاب، فهل هذا الفعل صحيح وهل هو جائز والله أنا شرعا؟ ما رأيته ولا أدري، أنا ما رأيته ولا أدري. والدعوة والكلام كثير الآن، وإساءة الأدب مع الله كثيرة. وأما انسحاب تمطره الطائرات هذا ما رأيناه، ولا نصدق الكفار فيما يقولون. نعم.